لا تواجد بسوق أشدود، هنا تنتظرنا إستر مغربية هجرت لإسرائيل في التسعينيات من القرن الماضي. هاكل بسيدك تودا غابا تودا غابا كودم كل تجيدي لي أوت مدبغت أغابي بيانشور ما زلت تدري العربية تنهدروا العربية وتنهدروا اللي بغيتي كل شيء والمروخ ما عمرنا ما نشينا كاينين بزاف ديال جيتي بيع مغاربة ياك جيتي بيع اللحم كل شيء مغاربة أنا خلقت أنا في إسرائيل بالحق زينا من 56 ووالديا ماما زات من وجدة وبويا تفللت. معظم اليهود المغاربة استقروا هنا في الستينيات، جاءوا من جميع مدن وقرى المغرب، هذا البلد الذي يتحدثون عنه بافتخار واعتزاز كبيرين. كان أول البلاد خلق وتربية في مراكش وكبرت الله ينصر سيدنا سيدنا محمد الخامس امين الله يرحم سيدنا محمد الخامس والله ينصر سيدنا محمد الثالث تقولتوما الثالث امين سيدنا محمد الله يبارك عمر سيدي ما كاينش بحال المغرب ما كاينش بحال ولاد المغرب العالم كله الله يعمرها دار الله يعمرها دار والله ينصر سيدنا محمد السادس إستر وبعد جولة في السوق توجهت لبيتها حيث ينتظرها زوجها وابنها. يلا الوالدة هلك هلك سحلو سمحي لي الوالدة سمحي لي. كل معالم المنزل مغربية محضة، صورة المغفور له الحسن الثاني التي رافقت العائلة أثناء رحلتها لا تزال حاضرة في هذا البيت. الشمعات ديال الحسن الثاني عمرها ما خطات ديما مشعوله وديما هو في الوسط السماعه ديالو وديال السادات كلهم تنسالو بس الحسن الثاني توفى انا وكل الله سهد عليا تنبكي وتنضب راسي مع الحيط قطعت الحوايج ديالي ركبنا مسترزم تنصبروا اليهود خارجين بالغواط وشي تيك الزر وشي تيك اروع عناضت في حيلة كاينه صقيره تخلقنا. مايكل الابن الاكبر لاستير وحنانيا يعيش باشدود منذ 20 سنه لكنه لم ينسى الدار البيضاء مسقط راسه. ما عرفنا واش هذا مسلمي ولا هذا نصراني ولا هذا يهودي. حنايا كنا كنسموه مغاربه سي لو ماروكان وكان بلغ السلام كاع ولا دربنا ولا درب السلطان ولا الحي المحمدي حي الفرح ولا درب غلف. مغادرة المغرب لا تزال تشكل بالنسبة لهذه الأسرة كما هو الشأن بالنسبة لآلاف اليهود المغاربة جرحا عميقا، فالمغرب بقي حاضرا بقوة في ذاكرتهم وقلوبهم إلى الأبد. في القبور يا البطل يا الحسن تاني في القبور يا البطل يا الحسن تاني في القبور يا البطل يا الحسن تاني.